صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت ندير لكم زبده اللوز ولا لو بور داموند، وانا منش حنديرو وحده، راح نزيد عليه زريه القرعه ولا لي غران دو كورج وبذور الشيا اللي هما لي غران دو شيا. على بالي بلي اللوز شويه غالي، بصح الواحد يقدر يدير كميه صغيره، يلو كان 200 ولا 300 غرام خير من نروحو نديروها في الكاطو مع السمن والعسل. هكاك ما نشرحين كامل نستفادوا من اللوز ومن الفيتامينات والمعادن اللي فيه. وزبدة اللوز هذه توالم بزاف الناس اللي يديروا حمية ولا يديروا غيجيم، على خطر اللوز غني بالفيتامينات، منهم لا فيتامين او لي فيتامين دو غروب بي، غني بالكالسيوم بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم بالفوسفور، وخاصة الالياف اللي هما لي فيبر. وفي بلاصة اللوز نقدروا نديروا كاوكاو بنفس الطريقة اللي حنخدم بها زبدة اللوز هذه. نبدأ بسم الله. رايحة ندير هنا 300 غرام لوز بقشورو و50 غرام زريعة القرع الأحمر اللي هي لاكورج، يعني كل واحد يدير الكمية اللي يحب. نقدروا نديروا 200 غرام لوز ولا 100 غرام لوز، ولا نديروا غير لوز وحده، ولا مام نقدروا نديروا زريعة القرع هادية وحدها تجي فغيمو هايلة وبنينة. بصح لازم يتحمسوا مليح، اللوز لازم نحمسوا في الكوشة والزريعة هادي نحمصها في المقلة. انا حمصتها في المقلاة باسكو خفتها تتحرق لي، خاطش تتحمص بالخف تمتم، دونك ما حبيتش نحطها في الفوخ. هاد الزريعة غنية بزاف بالمينيرو اللي هما المعادن، منهم لو زنك، النحاس اللي هو لو كويفر، والمانيزيوم. وحنا الكور تاعنا هاد لي زيليمون يسحق فريمون دي كونتيتي صغار و ميكروغرام. نبدا نرحي فيهم، ولازم لهم غوبو يكون شويه صحيح وغوبوست، وانا هذا شويه شويه ماهوش فريمون بويسون. نبدا نرحي انا، ومره على مره نحبسو ونخلي الغوبو تاعي يريح شويه باش لو موتور ما يتحرق ليش. وهنا راني نزيد شويه زيت، هذه انا خيرت ندير زيت الزيتون، هاد زيت الزيتون ما فيهاش ريحه، ندير 2 ولا 3 كويير تاع زيت الزيتون وشويه ملح. كيما راكم تشوفوا انا قسمت الكميه، ما خليتش هذيك لا كونتيتي كامل داخل الغوبو تاعي باسكو بزاف عليه، دونك بديت نرحي باغ بارتي، ولازم نرحيه مليح ولا نطحنو مليح حتى لي زاموند هذوك يخرجوا الزيت ديالهم. وهو لا كونسيستانس تاعو ماهيش رايحه تجي فريمون ليس كيما اللي يتباع في لو كوميرس، باسكو لي ماشين تاعهم روبوست وصحاح وجايين سبيسيال لهذا الشيء. وانا حبيت هنا نزيد بذور شيا، وهذا اختياري، اللي عنده يدير واللي ما عندوش سي با غاف ما يديرش. حبيت نزيدهم على خاطرش غنيين بالوميغا 3 وفيهم بزاف الالياف. وزيد انا كي مولفه نشري لو بور داموند، يعني كي ما يكونش عندي الوقت نوجدو في الدار، مولفه نشريه ونصيب توجور فيه بذور شيا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره تاع اليوم اللي حبيت نتقاسمها معاكم، خاطرش انا راني دايره نظام الصيام المتقطع اللي هو لو جون انترميتون. ولا يهمكم ولا تحبوا هذا النوع تاع الوصفات خلوا لي ولا قولوا لي في لي كومونتير، باش ساعه على ساعه ندير لكم افكار ولا ديزيدي للناس اللي يديروا ريجيم. يعطيكم الصحه اللي راكم تبعوا فيا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، تبقاو على خير.